السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم دو جنات. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقه ولا اروع ولا اسهل باش نحضروا الثوم بثلاث انواع: ثوم بودره، ثوم سمول، والثوم المعجون، بطريقه سريعه ما غاديش تعكزوا ان شاء الله باش غادي تحضروها. كتجي اكثر من رائعه، مركزه وسهله بجوج ديال الطرق. انا غادي نوريكم ديال التجفيف بدون ديال الشمس، وكذلك طريقه سهله باش تقشروا الثومه واحد، واخا لو تكون عندكم واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف عندكم غادي تقشروها في واحد الوقت اللي هو قياسي. وهاد الثلاث انواع ديال الثومه كلها هي غادي تحضروها في اقل من نصف ساعه ان شاء الله. اذا لكم اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش دعمونا بالاشتراك ديالكم، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. هنا ان شاء الله غادي نبداو ناخذ الكميه اللي عندنا ديال التو. هنا تقريبا عندي هنا واحد 400 غرام ديال الثومه اللي غادي ناخذها. وهنا غادي نوريكم الطريقه السهله باش غادي تقشروها في واحد الوقت اللي هو قياسي. هنا غادي ناخذ الكميه كلها هي اللي عندي ديال التو، غادي نخبي عليها المغليان، منها كترطب ليا الجلد او القشره ديال الثومه، ومنها كنغسلوا هذيك الثومه من داك الغبار ومن دوك الشوائب اللي فيها باش غادي نحصلوا على واحد الثوم اللي هو نقي وصنع منزلي ان شاء الله. اذا من اليوم ما غاديش تحتاجوا انكم تشريو الثوم بودره، اللي كتشريوه بواحد الثمن اللي هو غالي، يعني قرعه صغيره كيكون الثمن ديالها غالي، وحنا علاش لا غادي نحط يمكن لينا نحضروها في المنزل بكل سهوله وبطريقه اللي هي مبسطه. هنا بعد ما خويت الماء الغليان على الثوم ديالي غادي نغطي عليه وغادي نخليه غير شويه واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نبدا نقشر في الثومه بهذه الطريقه اللي هي ساهله بزاف، ما غاديش تشد معكم واحد الوقت اللي هو طويل. كما كتشوفوا ان القشره كتحيد بواحد السرعه، كنحيدو غير هذاك القنت الفوقاني اللي كتكون شاده فيه، ومن بعد كنحيدوه غير بالصبع ديالنا بطريقه جد بسيطه وسهله. كما كتشوفوا هنا من بعد ما نقيت الكميه كلها هي ديال التوم اللي عندي، اللي ما خدتش ما عندي حتى 10 ديال الدقائق ما خداتهمش لان الكميه كانت شويه كثيره. هنا غادي نقسم الثوم، غنخلي واحد الثلث اللي غادي نخليه والثلثين غادي نديرهم هنا. بالنسبه هنا الا جيتو تقطعوا بالموس غادي يشد لكم واحد الوقت اللي هو طويل بزاف انكم باش تبداو تقطعوا صغير. هنا جبت لكم الحل، غادي ناخذوا هذه الاله العجيبه اللي الاغلبيه ديال السيدات راه كيتوفروا عليها. غادي نهرمش هذاك الثوم، ما نعجنوهش غير غادي نهرمشوه رقيق، وكنحاولوا الى لقينا شي طريفات اللي هما كبارين كنعاودوا نقطعوهم. وهنا غادي ناخذ واحد المقلات، وهنا المقلات خاصها تكون مقله تكون ثقيله، او ممكن لكم تستعملوا الكوكوط. الا ما كانش عندكم المقله اللي هي ثقيله غادي ديروا تحت منها شي حديده، لان الغرض ديالنا ما يتحرقش لينا داك السميده بزاف وان الثوم ديالنا ينشف. هنا غادي ناخذ السميده، السميده الغليظه ماشي الرقيقه، وغادي ناخذ غير كميه نصف الكميه فقط، ما نكتروش الثومه باش كل هذوك الحبات ديال الثوم ياخذوا وقتهم ديال التجفيف. غادي ندير على عافيه مهيله وغادي نبدا نحرك. هاد السميده هذه كتساعدني ان الثوم ديالي ما يتحرقش، وكتساعدني كذلك انه ينشف ليا من الماء. هنا بالنسبه للطريقه الثانيه، هنا خديت واحد لاطا ديال الفرن حتى درت فيها السميده والثومه وخلطتهم بحال هكا ودخلتهم الفرن، ومره مره تنحركهم. كما كتشوفوا كنخلي حتى كياخذ واحد اللون ذهبي خفيف جدا وتنغربلو. هذا هو السميد اللي تبقى ليا، وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. ما تنخليوش ان الثوم ياخذ واحد اللون مغلوق، ولا وركنا على حب ملي كتكونوا طفيتو عليه راه تيكون باقي رطب شويه، غير خليوه تيبرد وراه غادي يشد فراسو.
وهنا غادي ناخدو المطحنة الكهربائية اللي غادي نبداو نطحنو فيها التوم بودرة ديالنا. صافي هنا تناخدو الغربال أولا المصفات وتنبداو نغربلو التوم اللي طحنا بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا هاد المصفات هذه التقابي ديالها كبارين، غادي نعاود انني نغربلو للمره الثانيه بمصفات يكونوا العيون ديالها اللي يكونوا صغارين باش كادي نحصل بودره، وكذلك الثوم سمول اللي على شكل سميد بهذا الشكل هذا. هنا غادي ندوزو دابا باش غادي نحضروا الثوم المعجون. هنا غادي ناخذ الكميه او الثلث المتبقي ديال الثومه اللي عندي، غندير معاه واحد الملعقه صغيره ما عمرهاش ديال الملح باش يصبر على مده طويله، وغادي نضيف كذلك القليل ديال زيت الزيتون وغادي نطحنو مزيان حتى كيتعجن، وغادي نديروه في واحد القرعه اللي غادي نحتفظ فيها في الثلاجه. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا حنا درنا ليها الملح وزيت الزيتون باش كتبقى محافظه مده طويله. بالنسبه لهذه كما قلت لكم غادي نديروها في الثلاجه. ودابا غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الثوم اللي حضرنا، الثوم معجون، الثوم بودره، والثوم سمول باسهل طريقه، وشي حاجه اللي هي نقيه محضرينها بيديكم عارفين اشنو فيها، وكتحصلوا عليها كطيح عليكم رخيصه بزاف وبكميه اللي هي وفيره. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم وباللايكات ديالكم باش تشجعونا دائما باش نعطيكم المزيد. نقول لكم شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم بحول الله.